الواقعة اللي أنا يعني كنت حابب أسألك كابتن ضياء السيد، وهو يعني برضو ممكن يكون موقف محرج بالنسبة له، لكن هي ليها علاقة بقوة شخصية المدرب. الراجل كيروش كان شخصيته قوية جدا، ده ما كانش عاجب يعني الشخصيات اللي موجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم، لهم كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي، شغل يا جماعة، وده أعتقد حق مشروع يعني. لكن في نفس الوقت الراجل في أول تمرينة بعد ما المجلس ده جه راح رئيس الاتحاد عشان يحضر التمرينه، فالناس رايحه تعرف كيروش برئيس الاتحاد الجديد، بيقولوا له ده رئيس الاتحاد الجديد، قال لهم اهلا وسهلا، ما فيش اي مشكله خالص، بس بعد اذنك اخرج بره، احنا عندنا تمرين، احنا بنشتغل. دي الشخصيه القويه. لكن لما تيجي تتكلم على فيتوريا اللي لاول مره بيمسك منتخبات، واخد بالك، احنا المنتخب الوحيد، والمواقف اللي حولها لحضرتك دي حصلت فقط في عصر فيتوريا، لما الاهلي عايز لعيبه بتاعته وفي عز ما هم موجودين في المنتخب طلعوا من المنتخب اتوافق، لما الزمالك قبليه كان عايز اللعيبه بتاعته وهم في المنتخب اتوافق لهم، لما كابتن محمد صلاح قال لك انا هروح اتعالج في ليفربول اتفضل. ايه ده؟ واكمل مواقف، انا احنا من يا جماعه لازم نتصارح، اكمل مواقف اللي تدل على ضعف شخصيه الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بل الاكثر من كده ضعف شخصيه المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم على المستوى الاداري، عشان ابقى برضو باخد بالي من الكلام على المستوى الاداري. هتقول لي انت الملف مطول فيه قوي ليه؟ هقول لك عشان احنا محروق دمنا، احنا محروق دمنا، احنا من امبارح الواحد كل شويه لما يجي ينام شويه يصحى يفتكر ان احنا خرجنا من افريقيا، والله بدون مبالغه، بدون مبالغه. لكن اخر حاجه قبل ما اطلع الفاصل، انتوا عايزين برضو الحقيقه من الاخر، في جزء على الجمهور المصري جزء كبير من المسؤولية. ليه؟ لأن حضرتك أول ما خرجنا للأسف الشديد امبارح من البطولة طلع لك زملكاوي قال لك ده ذنب عواد، طلع لك أهلاوي قال لك ده ذنب حسين الشحات. ده اللي احنا فالحين فيه كجماهير بمختلف انتماءاتنا، أهلي وزمالك. طلع الزملكاوي قال لك إيه؟ أصل خلي بالك ما ينفعش الاهلي يتفاوض مع ابو جبل وهو عنده ماتشات. ليه؟ عشان النادي المنافس ليه او اللي هو ما بيشجعهوش هو اللي بيتفاوض او هو اللي بيخلص الصفقه في وقت ممكن البعض يقول لك لا ده حق مشروع للانديه بيأمنوا نفسهم قبل ما المده تقفل، وناس تانية تقول لك لا اصل ما ينفعش الكلام من ده، والمنتخب لازم يركز واللعيبه لازم تركز. لكن الاساس بالنسبه لي اللي انا شفته ان الزملكاوي بينتقد اي حاجه ليها علاقه بالاهلي، وان الاهلاوي بينتقد اي حاجه ليها علاقه بالزمالك، وان الزملكاوي بيدافع عن لاعب عنده عشان بيحبه كان عايز يروح المنتخب، وكذلك الاهلاوي عشان لاعب معين كان يستحق ان هو يكون موجود فيقول لك ما هو ده ذنب برضه مش عارف مين. يا جماعه اللي احنا فيه ده وعايزين تشوفوا منتخب قوي؟ طب ما هقول لك على حاجه اكتر، هو احنا في ماتشات منتخبنا الوطني بنشوف جماهير؟ لا. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا كلنا بدون استثناء بقينا همنا الاول والاخير الاهلي والزمالك، همنا الاول والاخير ان احنا نحفل على بعض، همنا الاول والاخير ان ده يطلع هو الصح وده يطلع الغلط والعكس. يبقى احنا يا جماعه ما نستحقش ان احنا يكون عندنا منتخب قوي، لان كل ده بيتصدر للعيب، كل ده بيتصدر للعيب. لازم اطلع فاصل، بس قبل ما اطلع الفاصل معلش يا جماعه اعذروني وعشان عندي كواليس كتير جدا مهمه في الاهلي والزمالك. ترددت بعض الانباء ان نجمنا العالمي محمد صلاح ممكن يلحق مباراه ارسنال في الدوري الانجليزي. المباراه دي يوم 4 من الشهر الجاري اللي هو الحد اللي جاي. طيب بص بقى، مباريات نص النهائي في بطوله الامم الافريقيه يوم كام؟ قولوا لي كده يا جماعه. يوم 7 و8. انا بقولها لك واضحه، لو محمد صلاح ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، وعمري والله ما بشكك في الاصابه ولا عمري هعمل كده ابدا، مش هدخل في نيه اي حد، عمري ما مش اخلاقي. لكن في نفس الوقت لو لعب محمد صلاح قبل يوم 7 او 8 تمام، يبقى صلاح بيخلص على نفسه بنفسه مع الجماهير المصريه. بخلاف انا بصراحه اول ما اشوف محمد صلاح في الحاله دي مش قادر يمسك نفسه كايه؟ كتعبيرات، كصور، كبوست او تويته كتبها او كل الحاجات دي. انا اول مره اشوف صلاح في هذا الوضع وهذه الحاله،
كتب تويته وحاولوا اكتر، وبعد كده راح منزل صور والدنيا بالنسبه له امان وجميله وزي الفل. ما كانش صلاح ده، ده مش صلاح، صلاح ما كانش بيعمل كده، بس ده بسبب الضغوط الكتير. لكن لو رجع صلاح قبل يوم 7 أو 8 لعب ماتشات مع ليفربول، يبقى احنا يا جماعه كان عندنا حق ان ما كانش ينفع محمد صلاح يسافر بسبب هذه الاصابه الخفيفه، بسبب شد ما كانش ينفع يسافر. لان من احد الاسباب المهمه اللي ادت لخروج منتخبنا الوطني هي القصه بتاعت محمد صلاح والربكه اللي حصلت. اللي هيقول لك غير كده يبقى بيهرج. سبب رئيسي ان القائد اللي هو بيلبس الشاره قال لك انا هروح اتعالج، سواء هو بقى التنسيق التحدي مع ليفربول والكلام من ده، ما كانش يجب ابدا، ما كانش يجب ابدا انه يسيب المنتخب ويمشي. لو لعب قبل يوم 7 أو 8 اللي هو موعد دور نصف النهائي من بطوله الامم الافريقيه، ده هيكون اكبر دليل على ان اي حد طلع قال ان محمد صلاح غلط لما سافر يبقى كان عنده حق، يبقى كان عنده حق.